مشاهدي انفاس بريس، اهلا بكم في عدد جديد من انفاس سبور. وكيف العاده غادي نخصوا حلقه اليوم لمتابعه اخر مجريات البطوله وتسليط الضوء عليها. وكيف العاده كيحضر معنا المحلل الرياضي عبد اللطيف اديب، اهلا بك. شكرا اختي على الاستضافه، وانا جيت سعيد بتواجدي معكم في موقع انفاس بريس. اهلا بك سي عبد اللطيف، ونحن اسعد. سي عبد اللطيف، بغينا نبداو ونتكلموا على الفشل ديال الوداد الرياضي في تجاوز دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا لاول مره في تاريخه. كيفاش كتشوف هذه المساله هذه؟ فعلا هو اقصاء مر ان الوداد يتقصى في هذه المرحله ديال المجموعات، لان اعتدنا في العشر سنوات الاخيره على ان فريق نادي الوداد الرياضي كيلعب ديما الادوار الثنائيه، وكان منافس كبير على هذا اللقب الغالي، مثل سان داونز، الاهلي المصري، والترجي. يعني هما الفرق اللي كاينين في العشر سنوات الاخيره اللي كيمشيو للادوار النهائيه في هذه المسابقه. الوداد هذه السنه كتقصى، لان بعد نهايه الموسم الرياضي ديال السنه الماضيه اللي كما بغى يكون الحال، واخا ان ما كانش فيه القاب، ولكن الوداد لعبات فيه النهايه ديال الفرق البطله، لعبات السوبر ليغ، نفسنا على اللقب الى اخر رمق من البطوله. يعني كانت منافسه، وكانت الفرقه دايره سوء بعد تدبير ديال بعض الامور اللي خلاتنا ان ما فزنا حتى شي لقب. كنا نمني النفس على ان بعد الفشل ديال السنه الفارطه على ان بدايه الموسم غادي يكون كيف كان الرئيس السابق كيوعد الجماهير بانه غادي يدير كل ما في امكانياته على انه يستفد من الاخطاء السابقه، وهو اللي كيتحمل المسؤوليه فيها، وعلى انه غادي يصلح هذه الاخطاء. مع الاسف عسنا نفس السيناريو بل اكثر، اننا ما كانوش انتدابات في المستوى. الوداد تخلات على عناصر مهمه، الركائز الاساسيه، الجعدي، الداودي، الحسوني، هادو كانوا اللعابه اللي كيهزوا الثقل ديال الوداد في وسط الميدان. انتدبنا لاعبين اللي ما عندهمش تجربه، وجبناهم باش نشاركوا بهم في مسابقات. الخطا الثاني اللي دار هو اننا مشينا شاركنا في البطوله العربيه، وكانت الوداد يلاه سالت من البطوله، وكنا تعطلنا السنه الفارطه في الدوري المغربي. مشينا شاركنا في ديك البطوله بمدرب جديد، بلاعبين جدد واللي ما عرفهم حتى لعبوا المقابلات، وجاو جينا يلاه بدينا الاستعدادات. جات البطوله، شاركنا في السوبر ليغ اللي كان فيه اعتد الفرق الافريقيه، واستطعنا على اننا نقدموا مقابلات كبيره مع الاطار الوطني عادل رمزي. مشينا النهايه، سالينا النهايه ما فزناش بها، ولكن كيبقى انجاز، اول مسابقه تلعب النهايه، هذا كيبقى انجاز يحسب لنادي الوداد الرياضي. بعد الرجوع من هذه المسابقه كانت الطراوه البدنيه، لان اللاعبين ما استعدوش مزيان، الطراوه البدنيه ما مكنتناش على اننا نبقاو في ذاك الريتم اللي كنا مشينا فيه في المسابقه القاريه. رغم ذلك لعبنا مقابلات، كبقى معنا المدرب رمزي، وكنا كنحتلوا الصف الثاني في البطوله، وكان عندنا مقابلات مؤجله، وكنا كنقولوا اذا انتصرنا فيهم غادي نكونوا حنا في هذا. جاء المشكل ديال رئيس الوداد سعيد النصيري، هذا جد أزم الوضعيه ديال الوداد على جميع المستويات. كان خصنا اننا نتجاوزوا هذه المرحله، ما مشاوش معنا النتائج في المسابقه القاريه، في الدورات الاولى. حاولنا على اننا نستدركوا ذاك النقص، ولكن مع الاسف بعد فوات الاوان في البطوله الوداد مع المدرب البنزرتي ما كانتش انطلاقه مزيانه. كنا كنقولوا على ان في الشطر الثاني بعد انتدابات، وبعد يعني لا كونسونطراسيون اللي داروا اللعابه الجديده، كنا كنقولوا اننا غادي نبداو في هذا الشطر الثاني ونحاولوا على اننا نربحوا نقاط عديده. مع الاسف ما حققناهمش. هادو كلهم مشاكل اللي كتخبط في ام الوداد هاد السنه. جاء الاقصاء، دابا اقصاء مر للاسباب ديالو، هي اسباب تسييريه، كيتحمل المسؤوليه ديالها الرئيس السابق سعيد الناصري. ملي كتقول اسباب تسييريه كيكون عندها تاثير على الشان التقني، لان يعني ملي كتكون كتسير بمفردك، وكتكون تاخذ القرارات بمفردك، وما كايناش هيكله داخل النادي، ما كاينش اداره تقنيه، ما كاينش لاعبين ديال المدرسه، يعني كتلقى بان المدرسه ديال الوداد خاليه من، ما كتعطيش، وكنعتمدوا ديما على اللاعبين اللي كنجيبوا من فرق اخرى، وهذا بمبالغ كبيره، وهذا كيأثر على الوضعيه الماليه ديال الفريق. بالاضافه لهذا كيخلي ملي ما اللعابه ما كيتخلصوش كيمشيو لغرفه النزاعات، وهذا حتى هو كيزيد في كاهل ديال يتقل على الكاهل الميزانيه ديال فريق نادي الوداد الرياضي. اعتقد الظرفيه اللي كتعيشها الوداد هي ظرفيه صعيبه،
كنشكروا هذا المكتب الموسي الحالي برئاسه سي عبد المجيد البرمكي اللي استطاع على انه يدبر هذه المرحله كما بغى يكون الحال. هو كيعرف دواليب الوداد لانه 10 سنين هو مع سي سعيد الناصري لا هو ولا الاخوان اللي معاه في المكتب استطاعوا على انهم يتجاوزوا هذه المرحله رغم صعوبتها. وهما غاديين دابا اقصاء ماشي 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 نهايه العالم. فرق كبيره كتقسم دور المجموعات. انا غنذكرك في 2011 الوداد مشاركتها تقريبا بعد فتره ديال الغياب شاركنا في المسابقه القاريه مع مجموعه اللي كانت كتضم اعتاد الفرق الاهلي والوداد ترجي ومولوديه الجزائر في اول مشاركه للوداد. والوداد كتستطع انها تاهل في هذيك المجموعه الصعبه هي والترجي وكيتقصى الاهلي والمولوديه ديال بمعنى الاقصاء في المجموعات ماشي نهايه العالم. المهم هو انك شاركتي ودرتي الجهد رغم الظروف اللي ذكرت لك كلها الصعبه اللي كتعيشها فريق الوداد الرياضي. استطعنا على اننا نحقق نتائج ايجابيه في الشطر الثاني ديال هذه المجموعه. الوداد الان مطالبه باش تبقى غادا في هذا الهدوء ديالها اللي فيه وهذا الرزان اللي ميزات يعني العائله الوداديه باننا كندبروا هذه المرحله. ولاحظتي حتى المقابله ديال مراكش رغم ان الحضور ديالنا كانت ضئيله كان الجمهور تما وساند اللاعبين وانتهت المقابله ومشاو اللعابه عند الجمهور وكان ذاك الجو يعني عائلي كيف كنا كيفرحوا ملي كنا كنتاهلوا ونديوا الالقاب وكيمشيو عند الجمهور. مشاو عندهم البارح وطلبوا الاعتذار وهذه عاديه. الفرق الكبيره كتجي واحد المرحله اللي كتكون فيها نتائج ما كتكونش حسب التطلعات ديال الجماهير ديالها. ولكن نتمناو على اننا نستمروا هذا الاخفاق ونحاولوا نبنوا المستقبل لان السنه المقبله الوداد مقبله على جوج ديال المسابقات غتمثل فيهم الكره المغربيه سوبر ليغ مره اخرى وكاس العالم للانديه اللي غتكون فيه 24 فريق. فالان حنا مطالبون على اننا اولا على صعيد المؤسسه ديال الوداد اول حاجه هو ان يديروا الجمع العامه ويدار الجمع العام او الاول ديال موسم 2019 ولا 2018 و19 ان اخر هو اللي خصو يدار يدار باش هذاك هو اللي غادي يعطي الصلاحيه باش يمكننا نديروا يعني الجمع العامه ديال المواسم الثلاثه اخرين. هذا غيمكن الوداد على انها توقف على جانب المؤسسه يكون واقف نعرفوا شنو المكتب الجديد شنو هي الاستراتيجيه ديالو اللي غادي تكون شنو هو الاوراش اللي غيمكن يخدموا عليها واخذين بعين الاعتبار يعني الاخطاء السابقه اللي كانت كدار يعني في المكاتب السابقه اللي كانت ديال نادي الوداد. نفكروا كيفاش غادي يشوفوا المدرسه ديال الوداد كيفاش غادي يخدموا المدرسه باش يكون التكوين. والوداد كانت معروفه سابقا انك تعطي اللعابه للفريق. نشوفوا كيفاش اننا نسوقوا الاسم ديال نادي الوداد مستشهرين كيفاش اننا هذاك الموقع ديال نادي الوداد انه حتى هو يتفعل وتعطى فيه اخبار صحيحه. وهذا كان مطلب جماهير. دابا كاين كلام كثير عن الخيرات عن المنخرطين شكون اللي غادي يحضر واش القدام ولا الجداد واش عندهم حق التصويت واش الناس اللي باغي يترأسوا واش من حقهم هما غابوا سنين بغوا يجوا دابا يترشحوا ويترأسوا واش القانون يعني اللي كاين في الجريده الرسميه ديال المنظم ديال 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 19 ماي 1996 واش كيسوا فيه الشروط. يعني كلام كثير اللي كاين اللي كيتداول دابا بين الوداديين عن الخيرات شنو هو ثمن الخيرات واش 3500 باقا واش 20000 واش يخلصوا ربع سنين هي 80000 درهم. هذا كلام يتداول. كون كان عندنا موقع ديال الوداد خدام يعطي الاخبار الصحيحه ويخبر الجماهير باش الا غنطلقوا نطلقوا صحاح ما نديروش الجمع العام اللي تنديروه ويجي واحد يطعن فيه ولا يمشي عند العصبه وتقول لهم هذا الجمع العام لا يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل ونعاود ثاني نبداو نرجعوا من صفر ازيرو. دونك انا اللي مطالبين هو ان هاد الناس اللي كيسيروا الوداد يحاولوا يدبروا هذه المرحله بهدوء كيف دبروا المرحله ديال ما بعد الناصري هاد الثلاث شهور هذه ولا شهرين اللي كاينه. يحاولوا يدبروا هذه المرحله بهدوء ويخليوا الامور غاديه في اطار القانون في اطار اللي يمكننا على اننا نزيدوا القدام في الوداد لان اللي كينتظر الوداد وانتظارات ديال الجماهير في السنوات المقبله غير حتى هذا الموسم خصنا نلعبوا البطوله ديالنا وكاننا ننافس على اللقب. يعني نلعبوا جميع المقابلات بالجديه المعلومه لارضاء الجماهير الوداديه ويبقى الاسم ديال الوداد يعني في القمه ونلعبوا المقابله ديال الكاس لان هدف اساسي عندنا هذه السنه ان نلعبوا على الكاس لان اكثر من 20 سنه والوداد الكاس يغيبوا على خزائن نادي الوداد الرياضي. هذا مطلب حنا عندنا كجماهير هو ان اللاعبين والاداره التقنيه والمسيرين يديروا في الاعتبار ديالهم هو ان كاس العرس يكون من الاهداف الاساسيه عند الوداد هذا الموسم الرياضي.
سي عبد اللطيف نرجعوا لنهضة بركان. نهضة بركان هو الفريق المغربي الوحيد اللي كيمثل المغرب في المنافسات القارية، كيفاش كتشوف المسار ديالو في المنافسة في ظل الفرق اللي تأهلت؟ أنا أعتقد فريق نهضة بركان هو فريق أصبح متخصص في هذه المسابقة القارية، يعني فاز فيها ولعب النهائيات ديالها وكيعرف الفرق يعني المنافسين ديالو كيعرفهم، وغادي تل القرعه عنده ثلاثه ديال الفرق، عنده فريق ليبي فريق نيجيري وفريق مصري، وغادي يلعب مقابله ديال الذهاب خارج مدينه بركان. فريق النهضه البركانيه مع الاسف شفنا المقابله ديالها ما كانش حضور جماهيري مهم، لانه واخا ان فريق بركان ضمن ولكن الحضور الجماهيري كيعطيك واحد الضيف، كتحس بان الجمهور كيساندك، وداك الشيء يمكن ما راضيش على النتائج اللي كتحقق ديال النهضه البركانيه في البطوله، لانها لا تتناسب مع الاستقرار المالي والامكانيات المتوفره لدى نادي نهضه بركان. ولكن قاريا بركان دابا كتمثل المغرب، ما كتمثلش مدينه بركان، كتمثل المغرب، كتمثل المغرب في هذه المسابقه القاريه. السنه الفارطه كانوا تقصوا مبكرا وهما الان رجعوا هذه السنه، ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى على ان نهضه بركان عندهم مدرب اللي كيعرف هذه الدواليب ديال المسابقه وعنده تجربه، اننا نهضه بركان يمشيو الى ابعد حد في هذه المسابقه القاريه. وهذا ما كنتمناو الممثل المغرب. سي اديب بغيت تحليلك لمستوى البطوله لحد الان. شوفي مع الاسف البطوله المغربيه هذه السنه كتعرف مشاكل كثيره، كنا تكلمنا عليها سابقا، مشكل ديال الميادين، لان المغرب مقبل على مسابقه قاريه تسدوا الميادين، مشكل ديال تنقل الجماهير، مشكل المالي الكبير اللي عند الفرق والمنع من الانتدابات، وبالاضافه لهذا تزاد المشكل ديال البرمجه ومشكل ديال التحكيم. هادو كلهم عوامل خلات ان البطوله ديال هذه السنه ما كايناش في المستوى، باستثناء جوج فرق او ثلاثه اللي عندهم مستوى مستقر، عندك الرجاء والجيش الملكي والفتح عنده واحد الصحوه في هذا الشطر الثاني ديال البطوله، لان يعني ما حققش نتائج ايجابيه، ولكن في الشطر الثاني تقريبا واحد اربعه انتصارات وجوج تعادلات. الفتح كذلك يمكن انهم الفرق اللي غادي تنافس على 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 المسابقات، احدى المراتب في المسابقات القاريه. وعلى العموم الفرق تعاني كثيرا، تعاني كثيرا، المدربين يعانون كثيرا. انا اعتقد صعيب المقابلات صعيبه غادي تكون عند الفرق، بالاضافه للتنقلات ديال الفرق، لا وجده، ها بركان، ها طنجه، ها اكادير، وهذا كيشكل واحد عياء كبير بالنسبه للاعبين، وتلك المخزون المدني كاين الفرق اللي ما كيتلينوش اللعابه، وكاين الاضرابات، دونك هذه كلها اكراهات اللي عشناها في هذه البطوله، وهذا اثر على المستوى العام ديال البطوله الوطنيه، لدرجه ان كتلقى ان الناس اللي كيسيروا العصبه امتى انهم تسالي هذه البطوله، مع الضغط ديال المقابلات والبرمجه وداك الشيء هما كيتسناو غير امتى، لان عندهم واحد الاجنده معينه كيخصهم يكملوها في واحد الظرف معين، ويدوزوا المسابقه ديال كاس العرش باش يحاولوا كل شيء يساليوه بكري، لان كاين انتظارات في السنه المقبله، كاين مسابقات غتنظم في المغرب، وهذا كله مع الاسف ما تنظمش بطريقه يعني علميه وعقلانيه بدايه الموسم، وخلى على اننا نشوفوا هذا المستوى ديال البطوله، ونشوفوا انتقادات كبيره للاجهزه اللي كتشرف على كره القدم وعلى التحكيم، مدربين كيتشكاو، مسيرين كيتشكاو، لاعبين كيتشكاو، وهذا ما غاديش مع النتائج اللي كتحقق على صعيد المنتخبات الوطنيه. دونك خص الامور تكون غدا متوازنه ما بين المنتخبات وما بين الفرق، لان الفرق هي 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 اللي خصها تشكل التركيبه ديال المنتخبات، مع العكس المنتخبات ديالنا كلهم كيتكونوا من اللاعبين اللي كيمارسوا خارج البطوله الوطنيه او من المدرسه ديال التكوين ديال مؤسسه اكاديميه محمد السادس، والفرق الوطنيه اللاعبين القلال اللي كيكونوا انهم يكونوا في المنتخبات، وهذا شيء يؤسف له. وحنا بغينا ان الفرق اللي كتشارك في المسابقه القاريه يكون واحد عدد كبير من اللاعبين ديالهم داخل المنتخبات، الفئات العمريه اللي كاينين في الفرق انهم يكونوا هما اللي كيشكلوا الدعامه الاساسيه ديال المنتخبات ديال العمريه باختلاف عمرها. هذا مع الاسف ما كاينش، وكيخلي على ان الامور ما غاداش في اتجاه اللي يتمناه اي واحد،
يشوف البطوله الوطنيه ديالنا في المستوى اللي كنتمنى. سي اديب كل دوره كالمتتبع الرياضي كيتفاجئ بجدل تحكيمي، كيفاش كتشوف هذه المساله هذه؟ انت ذكرتي التحكيم، يعني في نهايه كل اسبوع كنشوفوا واحد الجدل ديال التحكيم، كيفاش كتشوف هذه المساله؟ وحنا راه تكلمنا قلنا من المسائل اللي ضافت هذه السنه للبطوله هو جدل تحكيمي، لان رغم توفر البطوله الوطنيه على حكام شباب وفي المستوى، ولكن مع الاسف رغم الفار اللي جا واحد المكمل اللي غادي يساعد الحكام باش الامور يعني ما يبقاش هذاك الجدل التحكيمي، والحالات اللي كيكون فيها نقاش ملي كترجع للفار كتشوف الحاله وكتطبق فيها القانون. مع الاسف هذا الشيء هو اللي زاد اكثر، رغم وجود الفار عاد زادوا المشاكل. كنا نتمنوا على ان مع الفار غيتنقصوا المشاكل وغادي يكثر، وهناك ظلم تحكيمي. راه ملي كتشوف بعض المقابلات راه كاين بعض الفرق اللي ظلمات وتحرمات من اهداف وتحرمات من ضربات جزاء وتسجلت على اهداف غير صحيحه، وبالمقابل كاين فرق اخرى اللي استفدت. هذا هو المشكل، وبالتالي التحكيم هو ورش من الاورش اللي خص الجامعه الملكيه والعصبه انهم يخدموا عليها ويحاولوا يشوفوا شنو هو الخلل فين كاين. وكاين دابا كاين ملف مطروح على طاوله ديال العصبه، ديال الملف دابا اللي تكلموا فيه وفيه الرشوه وفيه المبلغ المالي، وخصهم ياخذوا فيه قرار. مع الاسف ما عرفتش علاش دابا الناس ساكنين على ذاك الملف، رغم ان كل القرائن كاينه وكل الادله كاينه والمعطيات عندهم، وكاين القودات تما داخل اللجنه ديال التحكيم ولا ديال المسيرين ديال هذا القطاع هذا، ما خدوش قرار. ما تاخذش قرار، الاجراءات متواصله. أي علاش؟ لان كل شيء واجد. اشنو غادي نتسناو؟ مع الاسف في الدول اللي كتحترم راسها في البطولات الكبيره راه كتلقى الاربيط في ديك المقابله الغد اللي كتلقى تخاد فيه قرار توقيف ولا الغرامه ولا يتمنع من الممارسه كاع على طول الحياه. علاش حنا كنتاخروا؟ ملي كنتاخروا كنخليو جدل، الناس الاعلام كتبقى تهضر، الجمهور كيبقى يهضر، كيبقى يقول ظلم تحكيمي، ما تنصفناش، المسيرين كانوا يهضروا، ملي كانوا يهضروا كيتحاكموا، وهذا هو كيزيد ما كيعطيش واحد الجماليه لهذه البطوله، وكتزيد تعمق المشاكل اللي حنا كنتكلموا عليها في كل بعد كل دوره. الاجهزه الوصيه مطالبه بالحسم سريعا في هذا الملف. هذا هو الدور، هو هذا. كيكونوا مشاكل في اي قطاع. كيكونوا مشاكل وكتجي وكتحكم وكتقطع وكتفصل، يعني كتحبس، ما كتخليش هاد المسلسل كيبدا يتكاثر، وكتجي حالات اخرى وكتقول واش نحكم على هذه ولا نقول هذه، وكتخلي شكوك لدى المتتبعين ولدى الجماهير، وكيولي عيب على ان الناس ما ياخذوش الامور بجديه، لان القوانين كاينه والمساطر القانونيه كاينه والقانون واضح بعض الحالات. علاش كنتاخروا؟ اش كنتسناو؟ هذا كيخلي شكوك سؤال مطروح. اش كنتسناو؟ القانون كاين، كون ما كانش القانون وما كاينش المواد اللي كتحكم هاد الحالات، وما كاين قودات كاينين في اللجنه ديال اللي كتقرر في هاد الحالات، اش كنتسناو؟ واش كنتسناو؟ ما عرفتش شنو كنتسناو، نقدروا نقولوا شي كلام اللي خارج على السياق، ولكن هادشي اللي غادي يقول اي واحد. راه اي واحد ملي كيدخل وكيشوف ظلم تحكيمي وكيشوف بانه ما تنصفش وبانه شكا وصيفت رسائل للجهات يعني المختصه وما كتجاوبوش، اش كتقول؟ كنقول عاوتاني السيمانه الجايه غادي نتظلم وغادي نبغي نهضر، غادي يجيو وغادي يزربوا دغيا يحاكموني، بمعنى ما كاينش واحد الامور الواضحه في هذا المجال هذا، وهذا الغموض ما غادي يولد الا 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 الا, إلا, إلا الشكوك والا عدم الثقه في المؤسسات. ولا فقدنا الثقه في المؤسسات، يعني راه كنقولوا صعيب اننا نتمناو نشوفوا كره قدم متطوره وكنطمحوا عليها، وحنا عندنا انتظارات كبيره في السنوات المقبله. وهذا ما كنتمناو سي عادي، كنتمناو ان منتوجنا الكروي يكون احسن، ونشوفوا اننا نسوقوا بصوره احسن ان شاء الله. هذا الشيء اللي كنتمناو. شكرا سي عادي على الحضور ديالك معنا وعلى تلبيه الدعوه. مرحبا اختي، وحنا راه الاشاره ديالكم في هذا الموقع سعيدة المتميز. شكرا، كنت بارك الله فيك. شكرا اختي. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى نهايه الحلقه، الى اللقاء في عدد جديد من انفاس سبور.